ميزه الرجاله الرئيسيه ان هم كائنات بسيطه، اطفال جدا، دي احلى حاجه فيهم، مش محتاجين مجهود ولا ذكاوه ولا خطط عشان تاخدي منهم كل اللي انت عايزاه، السر كله في التوقيت. عشان كده انا النهارده بمنتهى البساطه هقول لك ازاي تكسبي اي راجل في 30 ثانيه. اول نصيحه انك تختاري التوقيت المناسب. كل راجل عنده حته كده في حياته لو عرفت تخش جواها هتاخدي منه كل اللي نفسك فيه. يعني عندك مثلا الوقت اللي بعد الماتش، طبعا في حاله فوز فريقه طبعا اطلب اللي نفسك فيه بقلب جامد. الوقت اللي هو بعد ما تحطي قدامه اكلته المفضله الدسمه وقبل ما يمد ايده عليها وبقه كده ملغوش على كل حواسه التانية، عارف اللحظه دي، اخشي مضيه على بياض. الوقت اللي هو بعد ما تعفيه من زياره عائليه، حبيبي بص احنا مش هنروح عند طنط فلانه النهارده وعايزه كذا وكذا وكذا، دي ممكن يديكي فيها عينه الاثنين. ال 30 ثانيه اللي بعد فوزه في 10 الطاوله بوليت استيميشن، بعد ما يحل لغز ميكي، اه والله احنا في منتهى اللذاذه، تافهين جدا. الوقت اللي انت بتقفشيه فيه بيتشات مع واحده او بيبص على واحده معديه، نعم، او اتلخبط في اسمك اتقالي، بس ده لو حصل يبقى يوم ساعدك، ممكن تكتبي شقه فصل باسمك في ثانيه وانت قاعده، لان هو في موقف صعب. الست الناصحه بقى هي اللي تقفش الراجل في الوقت ده، دي الهابي اور. ايوه ازاي بقى؟ ساعه الحظ، ما انا لسه شارح. النصيحه الثانيه بقى، حاولي ان انت تنفخيه. هو ده؟ لا 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 لا، انت دماغك راحت لفين؟ ادخلي معاه في اي نقاش واخسري كده تبقي نفختيه. احنا هايفين قوي، اه والله ده احنا في الحته دي مفيش، والتقدير بياكل معانا وقتي. التقدير خسرك كتير؟ اه لا، يعني هي صعبه دي، ما تعرفيش تخسري؟ لا صدقيني يا بنتي، انت لو خسرتي هتبقى انت الكسبانه، جربيها. النصيحه اللي هقولها دلوقتي صعبه شويه انا عارف، بس بالتمرين تقدري تعمليها وانت سايبه ايديكي. النصيحه دي بجد هتوديكي في منطقه تانية خالص في علاقتك بالراجل، هتعدل البراميل. انك تضحكي على قلشه، لما يقلش اضحكي، خديه على قد قلشه وربنا يجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله يعني، وهتدعي لي برضه. طيب نصيحه تانية بقى فيها لبس مربك حبتي. الرجاله صحيح تفصيل ويحبوا الاكل قوي، انت عارفه، بيحبوا مود الاكل وريحه الاكل والحاله بتاعه الاكل دي، بس مش في الهدوم. نقطه، البيجامه اللي ريحتها كفته مش حلوه، دي للحصان اللي ريحته طشه مش طعم خالص. تتنظم بقى، تعملي جدول تعلقيه على الثلاجه، تلبسي البيجامه بتاعه الكفته امتى والطشه بتاعه ديل الحصان، فاهمه؟ نظميها، هو ذنبه ايه؟ نصيحه بقى غايه في الاهميه، اديله مساحته ولتمثيله الاعذار وحطيه في حجمه الحقيقي. يعني ما بيردش على التليفون، مفيش داعي تكلميه 46 مره وتكلمي مامته وباباه واخواته واصحابه وزمايله ونسايبه ومدرسينه وهو صغير. ما هو مش لازم تطوري الموقف بالشكل ده، ما انت برضه بتعملي حاجات غريبه، يعني بتحطي اغنيه سابني وراح يا هوا على الفيسبوك، معقوله للدرجات دي في 5 دقايق عشان ما ردش؟ تكتبي ستاتس فحواها ان ما اقصى ما يمكن ان يشعر به المرء هو الفقد الغير معلن والتجاهل المؤلم القاسي قسوه بروده ليل في شتاء غابات النرويج المطيره وشيء فيه ايه وفيلينج ساد ودموع مواساه الاصدقاء والجو ليه كده؟ الموضوع عنده ابسط من كده بكتير، احنا مخنا ما بيجيبش المناطق المتطوره بتاعت حضرتك دي خالص. الراجل هتلاقيه حاجه من الاثنين، يا اما نايم يا اما بيتفرج على مصارعه سيدات ومش مركز معاكي، بس صدقيني مش هتخرج عن كده ابدا، اتكي على الصبر. اخر واهم نصيحه معانا بقى، في شويه كلمات ارجوكي بلاش تقوليهم للراجل، لا في خناقه ولا من غير خناقه، ولا في الحرب ولا في السلم، ابعدي عن الرصه دي. بتفكر في ايه؟ انت فين؟ نزل الستاره، ارفع القعده، ما تهزش رجلك، مامتي مامتك معرفش تلاقيها عندك، سيب فلوس، احنا محتاجين نتكلم، لو مهتم كنت عرفت انت اتغيرت، مين نرمينتي؟ هترجع امتى؟ ما تتاخرش، مالك انا احلى ولا مديحه كامل؟ احلف. سمعت الرصه دي؟ دي تكتبيها برضو عندك في نوته كده وتقريها كتير عشان ما تقوليهاش، علشان تعرفي تعيشي في سعاده وتاخدي من النصايح بتاعتي دي وفعلا هتنبسطي. عرفت ازاي تكسب الراجل في 30 ثانيه؟ اخر حاجه هقولها لك بقى نصيحه هايله جدا وهتحتاجيها طول الوقت، ازاي تملصي من راجل غلس في 30 ثانيه. ها انت بقى بقيتي شاطره وممكن انت بقى تقولي لي ازاي تملصي من راجل غلس بالطريقه دي. سكتي ليه؟ لماحه البنت دي ملصت.